السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح فيديو جديد، بس قبل ما أبدأ في الشرح أقول لكم إن الفيديو دوت هو أساس للفيديو اللي أنا هنزله بعد كده. أنا هنزل إن شاء الله جاكيت لمقاس لارج، هيكون شغل الضفيرة، هي دي اللي أنا هعملها في الجاكيت، عشان كده أنا حبيت أنزل الضفيرة الأول. زي ما شايفين ده شكل الضفيرة من الأمام. طبعا احنا بنعمل ضفيرة يمين وضفيرة شمال. هنشوف شكل الضفيرة من الخلف هيكون شكلها ازاي. هو ده شكل الضفيرة عندي من الخلف. يبقى مرة تانية افكركم ان الفيديو ده هو اساس الفيديو اللي انا هنزله شرح للجاكيت. نتكلم عن العينة ونقول ان العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 10 زائد 2. عدد السطور عندي 8 سطور، بس انا ما هاجي احب اكرر السطور، هكررها من السطر الثالث حتى السطر الثامن. السطر الاول والسطر الثاني بنشتغله مرة واحدة بس، ونبدأ ان شاء الله في شرح الغرزة. بسم الله. هنعمل مع بعض السطر الاول اللي هو السطر التمهيدي، وده هنشتغله مرة واحدة بس. ده سطر تقسيم الغرز، احنا ما بنشتغلوش الا مرة واحدة بس. هنبدأ وهنشتغل غرزة حافة، ودي طبعا خارجة عن نموذج العينة. من اول هنا هنبدأ في نموذج العينة، هنشتغل غرزتين مقلوب، ودول مش هكررهم تاني في السطر الاول. يبقى الغرزتين دول هشتغلهم مرة واحدة بس، هكرر من بعديهم كام غرزة؟ 10 غرز. هنبدأ بتلات غرز عدل، ناخد بالنا من التقسيمة، يبقى تلات غرز عدل، بعد كده غرزتين مقلوب، تلات غرز عدل، غرزتين اخر غرزتين طبعا بيكونوا عندي مقلوب. يبقى انا كده خلصت تقسيمة الغرز، بنقفل السطر بغرزة حافة. يبقى اقول مرة تانية تقسيمة السطر الاول، بنشتغل 2 مقلوب ودول مش بكررهم، بنكرر من بعديهم 10 غرز. 3 غرز عدل، 2 مقلوب، 3 غرز عدل، 2 مقلوب. السطر الاول بنشتغله مرة واحدة بس، ما بنكرروش مع السطور اللي احنا بنكررها. ايه هنشتغل السطر التاني من السطور الخلفية، والسطر التاني كمان احنا مش بنكرره. هنبدأ من اول هنا وهنشتغل غرزتين بس عدل، ودول مش هيتكرروا عندي في السطر التاني، هنشتغلهم مرة واحدة بس. يبقى بداية السطر التاني غرزتين عدل مرة واحدة بس. بعد كده هنكرر 10 غرز، 8 غرز مقلوب، غرزتين عدل. يبقى اللي هيتكرروا عندي في السطر التاني هو 10 غرز، 8 غرز مقلوب، غرزتين عدل. افكركو ان السطر الاول والسطر التاني احنا بنشتغل السطرين دول مرة واحدة بس، اما باجي اكرر بكرر من السطر التالت حتى السطر التامن. ناخد بالنا من السطور اللي احنا بنكررها والسطور اللي احنا بنشتغلها مرة واحدة بس. يبقى كده عندي السطر التاني كده انتهى. السطر الاول والسطر الثاني بشتغلهم مرة واحدة بس، وبنبدأ نكرر من السطر الثالث. هنشتغل مع بعض السطر الثالث من السطور الامامية. هنشتغل غرزة حافة في الاول، بعد كده هنبدأ في نموذج العينة، وهشتغل اول غرزتين غرزتين مقلوب، ومش هكررهم، هكرر من بعديهم 10 غرز. يبقى 2 مقلوب في الاول مش بيتكرر، بيتكرر 10 غرز. 3 غرز عدل، 2 بالغرزة المقلوب، 3 غرز بالغرزة العدل، واخر غرزتين في العشرة هيكونوا بالغرزة المقلوب. يبقى احنا كده خلصت تقسيمة السطر الثالث. طبعا ال10 غرز دول بيتكرروا معايا، وبننهي السطر بغرزة حافة. السطر الثالث هيكون شغل السطر الخامس بالظبط زي شغل السطر الثالث، وبكده يكون عندي شغل السطر الثالث انتهى.
هنشتغل السطر الرابع من السطور الخلفية، شغله زي شغل السطر التاني. هنبدأ بغرزة حافة، بعد كده هبدأ في نموذج العينة، أول غرزتين بالغرزة العدل، ودول مش هكررهم، هكرر من بعديهم 10 غرز. 8 غرز بالغرزة المقلوب، غرزتين بالغرزة العدل، يبقى ال10 غرز دول اللي هم بنكررهم دايما في السطور الأمامية والسطور الخلفية. يبقى مرة تانية نقول السطر الرابع، بدأنا بغرزتين عدل ومش هنكررهم، هنكرر بعديهم 10 غرز، 8 غرز مقلوب، غرزتين عدل. وبكده يكون عندي السطر الرابع كده انتهى. شغل السطر الرابع كان بالظبط زي شغل السطر التاني، ودول طبعا من السطور الخلفية. السطر الخامس عندي زي السطر التالت بالظبط، هنبدأ وهنشتغل غرزة حافة، بعد كده هنبدأ في غرز العينة، أول غرزتين هيكونوا عندي بالغرزة المقلوب ومش هكررهم، يبقى هشتغلهم مرة واحدة بس في السطر الخامس. الغرزتين دول بدأنا بيهم ومش هنكررهم، هنبدأ وهنكرر 10 غرز، 3 غرز عدل، غرزتين بالغرزة المقلوب، بعد كده 3 غرز بيكونوا بالغرزة العدل، غرزتين بالغرزة المقلوب. وبكده يكون ال10 غرز عندي كده انتهوا. اشتغلنا السطر الخامس زي شغل السطر التالت، ال10 غرز دول هما دول بس اللي بيتكرروا في السطر الخامس، وبكده يكون شغل السطر الخامس انتهى. هنبدأ مع بعض نشتغل السطر السادس زي شغل السطر التاني والسطر الرابع. هنبدأ من أول هنا، 2 عدل ومش هنكررهم، يبقى أول غرزتين اشتغلناهم عدل ومش هنكررهم، هنكرر 10 غرز بعديهم، 8 غرز بالغرزة المقلوب، غرزتين بالغرزة العدل. يبقى شغل السطر الثاني والسطر الرابع والسطر السادس من السطور الخلفية زي بعض، شغلهم بنفس الطريقة، احنا بنكرر دايما 10 غرز بس سواء في السطور الأمامية أو في السطور الخلفية. وبكده يكون شغل السطر السادس كده شغله انتهى، اشتغلناه زي السطر الثاني والسطر الرابع. هنبدأ نشتغل في السطر السابع ضفيرة، وهنستخدم إبرة الضفيرة. هنشوف مع بعض، هنعمل ضفيرة يمين وضفيرة شمال. هنبدأ السطر بغرزة حافة، بعد كده هنبدأ في نموذج العينة، وأول غرزتين هنشتغلهم بالغرزة المقلوب ومش هكررهم، يبقى الغرزتين دول أنا مش هكررهم تاني، هكرر من بعديهم 10 غرز. هنعمل أول 3 غرز ضفيرة يمين، هشيل غرزتين بس على إبرة الضفيرة واحطهم خلف الشغل، هشتغل غرزة واحدة بس عدل، وبعد كده هرجع مرة تانية الغرزتين على الإبرة الشمال، هشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى أنا كده عملت ضفيرة يمين من 3 غرز. يبقى كده خلصت عندي الضفيرة يمين، هشتغل 2 بس مقلوب، يعني غرزتين بالغرزة المقلوب، هعمل ضفيرة شمال من 3 غرز، هشيل غرزة واحدة بس واحطها قدام الشغل، هشتغل غرزتين بالغرزة العدل، بعد كده هرجع الغرزة على الإبرة الشمال وهشتغلها بالغرزة العدل. يبقى أنا كده عملت ضفيرة شمال، يبقى ضفيرة يمين وضفيرة شمال، هشتغل آخر غرزتين بالغرزة المقلوب، وبكده يكون عندي ال10 غرز كده يكونوا انتهوا. ال10 غرز دول هم دول اللي بكررهم في السطر السابع. يبقى احنا اشتغلنا في السطر السابع وهو سطر الضفيرة، عملنا ضفيرة يمين من 3 غرز، عملنا كمان ضفيرة شمال من 3 غرز، وبكده يكون السطر عندي انتهى. هنشتغل مع بعض آخر سطر عندي وهو السطر الثامن، شغله زي شغل السطر الثاني. هنبدأ في نموذج العينة، هنشتغل أول غرزتين بالغرزة العدل،
طبعا دول مش هيتكرروا، هنشتغل بعديهم 10 غرز، هما دول اللي هيتكرروا. ال10 غرز هيكون 8 غرز بالغرزة المقلوب، غرزتين بالغرزة العدل. هي دي تقسيمة السطر الثامن اللي هو بالظبط زي السطر الثاني والسطر الرابع والسطر السادس. طيب انا بعد ما يخلص السطر الثامن هكرر من اول السطر كام؟ هكرر من اول السطر الثالث. السطر الاول والسطر الثاني بيبقوا سطرين تمهيليين، يعني بنشتغلهم مرة واحدة بس، وبكده يكون عندي السطر الثامن كده شغله عندي انتهى. او بنتهي السطر الثامن يكون عندي السطور كده انتهت وخلصنا شغل العينة، اشتغلنا على مضاعفات العدد 10 زائد 2، اشتغلنا 8 سطور. افكركم تاني ان انا ماجي اكرر السطور هكررها من السطر الثالث حتى السطر الثامن. السطر الاول والسطر الثاني احنا بنشتغله مرة واحدة بس. وبكده يكون عندي الفيديو كده خلص. أرجو أن يكون الشرح واضح والفيديو ينال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.